أنا محتاجة يعني خبرة حضرتك في سؤال هام جدا، وإحنا داخلين على أول الشهر كل السيدات بيفكروا فيه، في ظل غلاء الأسعار هل أنزل أشتري كميات بتاعة الشهر زي ما كنا بنعمل مثلا، أو معظم الناس بتعمل معظم مستلزمات هينزلوا يشتروا مرة واحدة، ولا لأ على قد الطلب أسبوع أسبوع، ولا شوية شوية؟ حضرتك تفضلي إيه؟ قد إيه خدت المرتب أتصرف إزاي؟ أنا مش هقدر أقول أشتري كله مرة واحدة ولا خطوة خطوة. ليه؟ لأن المرأة المصرية الآن هي امرأة عاملة وامرأة عاملة، وبتلاقي إن هي ساعات تبقى فعلا مشغولة جدا، فما أقدرش أقول لها يعني يا دوبك النهاردة وبكرة وتنزل، لا. لكن أقدر أقول لها بشكل غير يعني مش أوامر، بس لازم نتعلم، لازم نتنور زي ما بيقولوا، لازم نشوف، لازم ان احنا ناخد بالنا انه احنا كل خطوة بنعملها ولادنا بيتابعونا، ولادنا بيشوفونا، بيتأثروا بينا، بيتأثروا بينا بشكل كبير جدا جدا. وتيجي بقى مثلا يعني انا سمعت قبل كده في مشاكل أسرية تقول لك انا اتعودت كده في بيت ابويا، انا اتعودت كده في بيت، ما فيش كده، مش كده. كل فترة ليها معطياتها وليها المتطلبات بتاعتها. الإنسان الذكي هو الإنسان اللي بيتمشى ويساير الحياة الجديدة، وبالعكس هو ممكن يبتكر أساليب تخليه يقدر إن هو يكمل. لكن ما أقولش لا هو أنا كده أنا ما أقدرش أعيش بالطريقة دي، لا ده لازم